سعيدة جدا بزيارتي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة، معرض دولي عالمي يقام كل سنة. اليوم أول يوم افتتاح 2/4 إلى 6/4. سعيدة جدا بالدعوة هذه، وشكر الأستاذ مروان المشغوني مدير العلاقات العامة، ويعطيكم العافية على حفاوة الاستقبال وعلى التنظيم الرائع. وأنصحكم بزيارة المعرض، معرض لا يمل، يعني للرجال وللنساء، نساء أكثر حتنبسطون من المجوهرات اللي موجودة والساعات أيضا. واليوم بإذن الله حيكون في سحب على طقم ألماس، وأنا اللي بختار الفائز أو الفائزة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. ريم عبد الله.